بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله في الفيديو ده هناخد مجال الجاذبية وشدة مجال الجاذبية. في البداية هناخد مجال الجاذبية. في الفيديوهات اللي فاتت خدنا لو أنت عندك جسمين، الجسم ده كتلته M كابيتال وجسم تاني كتلته M سمول، والبعد بين مركزي الجسمين دول بقى. فانت عندك في قوة جذب مادي متبادلة ما بين الجسمين، الاف دي مقدارها بيساوي الجي في الام كابيتال في الام سمول على الارتر بي. الجسم ده بيجذب الجسم ده بقوة اف، الاتجاه بتاعها كده اف ام كابيتال ام سمول. وعندك الجسم ده بيجذب الجسم ده بنفس المقدار بتاع القوة ولكن في عكس الاتجاه بقوة اف ام سمول ام كابيتال. وعندك هنا زي ما قلنا الاف ام سمول ام كابيتال بتساوي سالب الاف ام كابيتال ام سمول، ده من قانون نيوتن الثالث. من القانون ده احنا عارفين ان الاف بتتناسب عكسيا مع الارتر بي، بمعنى ان كل ما البعد بين مركزي الجسمين بيزيد كل ما قوة الجذب بين الجسمين بتقل. عند حد معين يعني الار لما تقترب من حد معين مثلا ما لا نهايه، فانت عندك الاف هتقترب من الصفر، يعني قوه الجذب بين الجسمين هتكون تقريبا تنعدم، وبالتالي عندك هنا ما بقاش في قوه جذب بين الجسمين، يعني مجال الجذب بتاع كل جسم الاخر بقى بصفر. يبقى تاني كده، انت عندك في منطقه معينه خلال البعد ده، يعني في خلال بعد معين اللي هو R ما بين الجسمين، بيبقى فيه قوة جذب كافية ما بين الجسمين ان هما يجذبوا بعض. كل ما نصف او كل ما البعد بين مركزي الجسمين بيزيد، فانت عندك هنا قوة الجذب ما بين الجسمين بتقل لحد حد معين يتلاشى مجال الجاذبية بين الايه؟ بين الجسمين. او بتتلاشى هنا قوة الجذب اللي هي بنعبر عنها بحاجة اسمها مجال الجاذبية. نفهم من كده ان في حاجة اسمها مجال الجاذبية. هو المفروض ان مجال الجاذبية ده بيكون خاص بكل جسم، يعني الجسم ده مجال جاذبيته بيكون على بعد قد ايه، كذلك الجسم ده مجال جاذبيته بيكون على بعد قد ايه. هتفهم الموضوع واحدة واحدة دلوقتي. المهم ان انا عندي دلوقتي لكل جسم في حاجة اسمها مجال جاذبية. مجال الجاذبية ده حيز بتظهر فيه قوى الجاذبية، يعني بيظهر فيه تأثير قوة الجذب بتاعت الجسم ده. فأنت مثلا لو أنت عندك جسم زي الأرض كده، دي الأرض مثلا كتلتها M، وأنت واقف على الأرض، أنت كنت مثلا هنا، فانت كل ما بتبعد عن الارض كل ما قوة الجذب بتاعت الارض عليك بتقل لحد ما توصل لبعد معين. عند البعد ده قوة الجذب بتاعت الارض بتبقى صغيرة جدا لدرجة ان انت تقدر تتحرك بحرية تامة، او يعني مش هيبقى فيه قوة جذب كافية من الارض ان هي تجذبك، زي مثلا رواد الفضاء لما بيطلعوا من مجال جاذبية الارض. عشان بقى نقيس مجال الجاذبية ده بنقيس حاجة اسمها شدة مجال الجاذبية. شدة مجال الجاذبية هناخدها للأرض وهتطبق على باقي الكواكب. لو انت عندك مثلا ادي الأرض، كتلة الأرض M، عندك على بعد معين من الأرض في جسم كتلته بتساوي 1 كيلو جرام، فانت عندك البعد ما بين الجسم ده ومركز الارض بتساوي r. في قوة جذب متبادلة ما بين الجسم ده وما بين الارض، قوة الجذب دي اللي هي الاف بتساوي الجي في الام كابيتال في الام سمول على الارتر بي. واحنا هنا قلنا ان الكتلة بواحد كيلو جرام
فانت عندك ده هيساوي الجي في الام كابيتال على ار تربيع. طبعا احنا برضو عارفين ان انت عندك وزن الجسم ده اللي هو ده بيساوي ان المزلاة مثلا اف جي بيساوي وزن اي جسم بيساوي كتلته في عجلة الجاذبية. طيب طب انا عارف ان الوزن بتاع الجسم، يعني مثلا لما كنا بناخد جسم كده وبنجيب الوزن بتاعه اللي هو الام جي، كنا بنقول ان الوزن ده بيعبر عن قوة جذب الارض للجسم، وبالتالي قوة جذب الارض للجسم اللي هي قوة الجذب المتبادلة ما بين الجسم ده والارض هي نفسها قوة وزن الايه؟ الجسم. وبالتالي هتساوي ده بده. انت عندك هنا الام بواحد كيلو جرام او باي كتلة عامة، فيطلع معاك هنا ان الجي بتساوي جي كابيتال في الام كابيتال على الار تربيع، حيث الام دي هي كتلة الارض. طبعا لو انت حطيت الام هنا باي كتلة كده كده هيلاشوا بعض، يعني هنا الاف دي بتساوي الاف جي، فانت هنا جي ام كابيتال ام سمول على ار تربيع بتساوي ام في الجي، هتلاقي ان الام بتروح مع الام، كده كده الجي هي نفسها المقدار ده. طب بغض النظر عن كتلة الجسم، فانت عندك هنا ايه؟ عجلة الجاذبية اللي هي الجي سمول بتساوي الجي كابيتال في الام كابيتال على الار تربيع. بس احنا هنا بنحط كتلة الجسم بواحد كيلو جرام عشان نقدر نعرف شدة مجال الجاذبية. شدة مجال الجاذبية باختصار شديد، احنا هنا حطينا الكتلة بتاعت الجسم ده بواحد كيلو جرام، فشدة مجال الجاذبية هي قوة جذب الجسم لجسم آخر كتلته واحد كيلو جرام على بعد R من مركز الجسم. طبعا ده تعريف شدة مجال الجاذبية لأي إيه؟ لأي جسم. لما نيجي بقى على الأرض وعاوزين نعرف شدة مجال الجاذبية للأرض، فهتبقى قوة جذب الأرض لجسم معين كتلته واحد كيلو جرام على بعد معين أو عند نقطة معينة. تعالى بقى نلخص شوية الكلام اللي احنا قلناهم دول. عندك عجلة الجاذبية الأرضية أو عجلة الجاذبية عامة، يعني سواء للأرض أو لأي كوكب أو لأي جسم، العجلة بتساوي الجي كابيتال في كتلة الكوكب ده أو الجسم ده على الأر تربيع اللي هي البعد ما بين مركز الجسم بتاعك، أدي الجسم بتاعه، البعد ما بين مركز الجسم بتاعي وما بين الإيه؟ وما بين النقطة اللي أنا بجيب عندها شدة مجال الجاذبية. بجيب شدة مجال الجاذبية عند النقطة دي، فأنت عندك البعد هو الأر، أدي كتلة الجسم بتاعي أو الكوكب بتاعي، وبالتالي شدة المجال بتاع الجاذبية بتاع الجسم ده بيساوي الجي اللي هو ثابت الجذب العام في كتلة الجسم على مربع البعد ما بين مركز الجسم ده والنقطة اللي أنا بجيب عندها شدة الجاذبية الأرضية. بالنسبة للأرض، فأنت عندك هنا الجي اللي هي عجلة الجاذبية الأرضية أو شدة مجال الأرض عند نقطة معينة، هتبقى بتساوي الجي اللي هي ثابت الجاذب العام في كتلة الأرض إم بتاعت الأرض على الآر تربيع اللي هو البعد ما بين مركز الأرض والكوكب المعين. طبعا أنا هنا بقول البعد ما بين مركز الأرض والكوكب المعين. طيب مركز الأرض أو البعد ما بين هنا وهنا ده عبارة عن نصف قطر الأرض زائد البعد ما بين النقطة دي والنقطة دي اللي هو الارتفاع عن سطح الأرض اللي هو الاتش، وبالتالي ممكن ام اي على ممكن اشيل الار تربيع دي واحط مكانها نصف قطر الأرض زائد الارتفاع عن سطح الأرض الكل تربيع. ده قانون عام بقدر استخدمه لو هو عطيني هنا مثلا ان انت عندك ادي الارض وفي جسم هنا او قمر صناعي بيدور حوالين الارض على ارتفاع اتش، فانت لما تيجي تجيب عجلة الجاذبية
او شده المجال المغناطيسي، مجال الجاذبيه اللي بيتعرض ليه الكوكب ده، فانت بتيجي هنا عندك ادي نصف القطر بتاع الارض وادي الاتش اللي هو الارتفاع، بتستخدمه وتحطه في القانون ده. طبعا الام بتاعت الارض بتساوي 5 × 9.8 × 10^24 كيلوغرام، وعندك نصف قطر الارض بيساوي 6.378 كيلو متر. نيجي بعد كده للعلاقات البيانية. لو احنا عاوزين نرسم العلاقة ما بين الجي اللي هي عجلة الجاذبية الأرضية، أو شدة المجال الأرض عند نقطة معينة، أو شدة مجال أي كوكب عند نقطة معينة، ومثلا الكتلة بتاعت الكوكب ده، فأنت عندك دلوقتي كل ما كتلة الكوكب هتزيد، فكل ما إيه؟ أما شدة المجال بتاع الجاذبية عند نقطة معينة هيزيد طبعا عند ثبوت البعد. فانت هنا هتلاقي ان العلاقة كده، وعندك ده دلتا جي وده دلتا ام. عندك الميل هنا بيساوي الدلتا جي على الدلتا ام، بيساوي طبعا هنا دلتا جي على دلتا ام هيديك جي على ار تربيع. لاحظ هنا ان انا بقول لك الام دي بتاعت كتلة اي كوكب او كتلة اي جسم. لو انا عاوز اجيب شدة اللي هي الجي دي، اللي هي شدة مجال الجاذبية عند نقطة معينة، والنقطة دي ثابتة، وبالتالي كل ما تزيد كتلة الجسم كل ما ايه الجي هتزيد لنفس الايه لنفس البعد. بعد كده لو انا عاوز ارسم العلاقة ما بين الجي والواحد على ار تربيع، فانت هنا تبقى عبارة عن خط مستقيم كده ومنقط من هنا زي ما احنا متعودين، دلتا جي على الدلتا واحد على الار تربيع. هيطلع معاك هنا ان الميل بيساوي الدلتا جي على الدلتا واحد على الار تربيع، بيساوي من هنا دلتا جي على دلتا واحد على الار تربيع هيديك الجي في الام. وبالتالي معنى كده ان انت كل ما البعد ما بين النقطة اللي انا عاوز اجيب عندها شدة مجال الجاذبية وما بين مركز الكوكب او الجسم بتاعي، كل ما بتقل كل ما الايه كل ما شده المجال بتاع الجاذبيه هيزيد. طبعا هو الدرس بسيط ما فيهوش اي حاجه. تعالى بقى ناخد الامثله بتاعت كتاب الامتحان. عندنا هنا مثال واحد بيقول لك قمر صناعي كتلته 10^4 كيلوغرام. طبعا دي الكتله بتاعته هنسميها مثلا ام سمول، يدور حول الأرض على ارتفاع، طبعا بيدور حول الأرض، فأنت عندك هنا كتلة الأرض زي ما احنا لسه قايلين بتساوي 5 × 98 × 10^24 كيلوغرام على ارتفاع 600 كيلو متر، طبعا ده الاتش اللي هو الارتفاع من سطحها. احسب عجلة الجاذبية الأرضية التي يتأثر بها القمر في مدار. نكتب المعطيات. احنا هنا عندنا الام بتاعت القمر الصناعي 10^4 كيلوغرام، وعندك هنا الاتش اللي هو الارتفاع اللي بيدور عليه 600 كيلو متر. طبعا لو احنا عاوزين نرسمها، ادي عندك الارض، ادي نصف قطر الارض، وادي القمر الصناعي هنا مثلا، ده الاتش بيرتفع عن مستوى سطح الارض ببعد اتش اللي هو 600 كيلومتر، وعندك هنا نصف قطر الأرض اللي هو الآر بيساوي 6378 كيلومتر. احنا عارفين ان الجي اللي هي شدة المجال بتاع الأرض عند النقطة دي، أو عجلة الجاذبية عند النقطة دي بتساوي ايه؟ بتساوي الجي كابيتال في الام بتاعت الأرض على البعد ما بين هنا وهنا اللي هو الآر تربيع، بيساوي الجي زي ما هي ام ايرث على البعد ما بين هنا وهنا، هو عبارة عن الار بتاعت الارض زائد الاتش، وبالتالي هنا الار كابيتال زائد الاتش كل تربيع، يبقى الجي بيساوي ثابت الجذب العام اللي هو 6 × 6.7 × 10^11 في الام ايرث اللي هي ب
خمسة وتسعة تمانية في عشرة أس 24 على ال R اللي هو ستة تلاتة سبعة تمانية زائد ال H 600. لاحظ إن ده بالكيلومتر، فأنت هنا هتحولهم للمتر، هتضرب في عشرة أس 3 وكل ده تربيع، هيساوي ستة وستة سبعة في عشرة أس سالب 11 في خمسة وتسعة تمانية في عشرة أس 24 على ستة تلاتة سبعة تمانية زائد 600، كل ده مضروب في عشرة أس 3، كل ده تربيع، هيساوي تمانية واتنين من عشرة، أو تمانية وتسعتاشر من مية زي ما هو عامل، تمانية وتسعتاشر من مية، طبعا ده متر على الثانية تربيع عجلة. بعد كده بيقول لك وزن القمر الصناعي في مداره، عاوزين وزن القمر الصناعي. طبعا وزن القمر الصناعي اللي هو هيبقى الاف جي او دبليو بيساوي الام في الجي. لاحظ هنا ان وزن القمر الصناعي هو قوة الجذب المتبادلة ما بين القمر الصناعي والارض، ده الاف مثلا القمر الصناعي هنسميه واحد ودي اتنين، ده الاف واحد اتنين وده الاف اتنين واحد، وبالتالي الاف جي هي نفسها قوة الجذب المتبادلة ما بين القمر الصناعي وما بين الأرض. ده بيساوي الام كتلة الأرض كتلة القمر الصناعي اللي هي 10 أس 4 في الجي اللي هي العجلة 8.19 من 100، هيساوي 8.19 من 100 في 10 أس 4 نيوتن. السؤال اللي بعد كده معانا، كوكب كتلته ضعف كتلة الأرض، وبالتالي هنا كتلة الكوكب سميها ام 2 بتساوي ضعف كتلة الأرض اللي هي 2 ام إرث، وقطره ضعف قطر الأرض. بيقول لك إن القطر بتاعه اللي هو الديامتر سميه دي 2 بيساوي 2 دي بتاع الأرض. احسب نسبة عجلة الجاذبية على سطح هذا الكوكب إلى عجلة الجاذبية على سطح الأرض. عاوز هنا النسبة من عجلة الجاذبية على سطح الكوكب إلى عجلة الجاذبية على سطح الأرض، سميها جي 2 إلى جي إرث. نعملها ازاي؟ المعطيات بتاعتنا ان الام 2 بتساوي 2 ام ارث، وعندك هنا الدي 2 بتساوي 2 دي ارث. لاحظ هنا بيقول لك قطره ضعف قطر الارض، انا عارف ان القطر بيساوي ايه؟ 2 في نصف القطر بيساوي 2، القطر بتاع الارض هو 2 في نصف القطر بتاع الارض، وبالتالي لما يقول لك قطره ضعف قطر الأرض هي نفسها نصف قطره ضعف نصف قطر الأرض، هي هي. المهم أنا عارف إن الجي اللي هي شدة الجاذبية، شدة مجال الجاذبية بتاعت أي كوكب عند أي نقطة بعيدة عن مركزه يعني بتساوي الجي في الإم بتاعت الكوكب ده على الأر تربيع اللي هي البعد تربيع. هو هنا عاوز الجي بتاعت الكوكب على الجي بتاعت الارض، وبالتالي ده ثابت للاتنين، ثابت الجذب العام، وبالتالي هيبقى عندك جي 2 على جي ارث بيساوي تناسب طرد مع الكتلة، هيبقى هنا ام 2 وتحت هنا هيبقى ام ارث، تناسب عكسي مع البعد، وبالتالي هيبقى انت عندك هنا ارث تحت، وبالتالي هيبقى هنا الار بتاعت الارث على هنا الار بتاعت الكوكب، طبعا ده تربيع، وبالتالي ده بيساوي الام 2 بتساوي 2 ام اي على الام اي في الار بتاعت الارض، سيبها زي ما هي، طبعا ممكن نرمزها بالرمز ار اي او ار كابيتال، هي هي، على الار 2 اللي هي 2 ار اي، وطبعا ده تربيع. طبعا هتشيل ده مع ده وتشيل ده مع ده، هيطلع معاك هنا 2 في هنا 1 على 2 كل تربيع هيديك 1 على 4 هيساوي 1 على ال 2. بعد كده اكتب لنفسك، بيقول لك على اي ارتفاع
من أو فوق سطح الأرض تكون عجلة الجاذبية الأرضية مساوية لنصف قيمتها عند سطح الأرض. آدي الأرض، بقول لك على أي ارتفاع من سطح الأرض، يعني ده اتش، بتكون عجلة الجاذبية سميها مثلا جي اتش مساوية لنصف قيمتها عند سطح الأرض، اللي هي بتساوي نص الجي عند سطح الأرض. نعملها إزاي؟ باختصار شديد، أنا عندي الجي بتساوي إيه؟ بتساوي الجي كابيتال في الإم كابيتال على الآر تربيع. وبالتالي أنا عندي هنا عاوز أجيب الارتفاع، أدي الأرض وأدي الإتش، عاوز أجيب الارتفاع ده بحيث إن أنت عندك قيمة عجلة الجاذبية هنا اللي هي الجي إتش تساوي نص قيمتها هنا اللي هي هنا الجي. طيب الجي بتساوي جي كابيتال في الام على الار تربيع، وبالتالي عندك الجي اتش على الجي بتساوي، طبعا هنا علاقة طردية مع الام، وبالتالي عندك هنا الام كده كده اصلا ثابتة في الاتنين لان هي نفس الايه الكتلة بتاعت الارض، وبالتالي ده ثابت وده ثابت. في علاقة عكسية ما بين الجي والار تربيع، وبالتالي هنا جي اتش هيبقى انت عندك هنا ار اتش الكل تربيع، هنا جي هيبقى الار بتاعت الايه الارض الكل تربيع. طبعا الار بتاعت الارض هي الاتش، هي قصدي الار كابيتال، وبالتالي هنا بيساوي ار كابيتال على الار اتش اللي هي عبارة عن البعد ده زائد البعد ده، وبالتالي هيبقى ار زائد اتش، وطبعا التربيع عليهم هما الاثنين. هو قال لك هنا ان الجي اتش عاوزها بتساوي نص الجي، وبالتالي هنا تشيل جي اتش تحط نص الجي على الجي بيساوي الار على الار زائد الاتش الكل تربيع. ده هيروح مع ده، هتفضل عندك نص. تاخد الجذر بتاع الاتنين عشان تخلي ده من غير التربيع، يعني هيبقى الار على الار زائد اتش بيساوي جذر ده اللي هي واحد على جذر اتنين. بعد كده طرفين في وسطين، الار في جذر اتنين بيساوي ار زائد اتش، تجيب الاتش في طرف لوحدها هيساوي ده ناقص ده، وبالتالي ار جذر اتنين ناقص الار، وبالتالي اتش بتساوي خد الار عامل مشترك تفضل جذر اتنين ناقص واحد. نعملها بالآلة الحاسبة، جذر اتنين ناقص واحد هتساوي اربعة واحد اربعة ار، بس كده. احنا كده خلصنا مجال الجاذبية وشدة مجال الجاذبية. ان شاء الله في الفيديو الجاي هنكمل. اتمنى لكم التوفيق واشوفكم على خير، والسلام عليكم.